هي الاشخاص السبعه هدول هن عمليا المحور الرئيسي لكل تصديقيات المحافظه. يعني معلش اقول مجلس سجل شوي، اذا بدكم تقبلوا كلامي ما بدكم تقبلوا انتم احرار. اهدافنا من اجتماعنا اليوم هو الحفاظ على مبادئ الثوره والحفاظ على ثوريتنا وحفاظ على ثوارنا، ونطالب بثوابت الثوره اللي هن يعني معتقلين رحيل بشار الاسد هو اعوانه المجرمين عن ارض سوريا ان شاء الله الحبيبي، والمعتقلين هن هدفنا الاول والاخير طبعا في هالثوره. ولو اختلفت الافكار او الاراء ولكن الهدف كلياتنا هو ايش؟ اسقاط مو هيك؟ طبعا اليوم اجتمعت الكتل الثورية بحمال الخروج بجسم واحد يؤطر العمل الثوري على الأرض. يكون هدف هذا الجسم ضم كل الثوار في محافظة حمال ضمن جسم واحد له أهداف وأهداف محددة. حتى ما يخرج بعض أشخاص يشكلون اجتماع بعد كم يوم ينسفون كل عملنا. نعم. واسعة شاملة لكل الحركة الثورية لكل يعني عملية النشاط اللي كان نسميه المدني.